رجعنا تاني بعد الفاصل وما زال الحوار مستمر عن الاستثمار الرياضي في مصر مع ضيفتنا اللواء البكر سليم المدير التنفيذي لمصر المخصصه. حضرتك اتكلمت عن تجربه حسين الشحات ونجاحاتها. ايه اللي ادى الى تعثر مصر المخصصه؟ عشان اطلع كده بعد كده على المستثمرين اللي انت بتفكر فيه. طيب انا طبعا حته التعثر دي جت من استقاله سياده اللواء محمد عبد السلام كرئيس مجلس اداره مقصه سبورت ومصر المقصه اللي كانوا بيرعوا النادي. حصل بقى دروب كبير جدا ان الشركه من بعد ما هو استقال ما عادتش بتصرف ومش عايزه تصرف على النادي ولولا وجود الشرفاء المحترمين الهويدي النائب احمد هويدي وكابتن وليد هويدي واللواء عمرو هويدي. هم دول بامانه لهم التحيه والتقدير عن فتره الثلاث سنوات العجاف دول. اي نادي كان هيمر بتجربه ان انت النهارده منظومه رائعه وناجحه ومحققه الرقم اللي انا قلته لحضرتك دي ومره واحده المستثمر يخرج من الموضوع. خرج من الموضوع فبداوا يلجاوا لايه بقى؟ أنا صاحب الشأن خلاص والنادي ده نادي بتاعهم ومولود عندهم والمقر باسم الحاج أحمد هويدي ولده يعني ده نادي يعتبر هو نادي خاص بس ساعتها القانون ما كانش بيسمح بالأندية الخاصة. أنا بناشد هنا معالي الوزير وأنا رحت له دكتور أشرف صبحي الأخ الفاضل المحترم رحت له أنا والنائب وليد هويدي وقلت له يا معالي الوزير النادي هيهبط فلازم تشوف حل تساعدنا فيه تعمل اي حاجه ان النادي اللي وصل لوصيف الدوري العام بعد النادي الاهلي وفاز على كل الفرق بما فيهم النادي الاهلي ولعب البطوله طبعا ولعب البطوله الانديه الافريقيه ابطال الدوري والكونفدراليه انه هيهبط الموسم ده اللي ما هبطش اللي بعديه. فالوزير بصراحه قال انا هساعدكم اللي انتوا عايزين اعمل ايه؟ قلت له المستثمر قال لا افسخ لك العقد ونشوف مستثمر تاني. فسخنا العقد طبعا مشكورا الا ان كل مستثمر بيجي عايز فلوس الاول عايز المليون ب 100 هو ده واحد جه عايز يقول انا احط مليون بالليل اخدهم 40 مليون صعب. طبعا فكري مش مظبوط اي استثمار على عايز لون تايم طبعا فطبعا حته انه تم الموافقه على انه يجي مستثمر تاني قال انا هساعدك اي حاجه المستثمر يجي اساعدكم اوافق لكم على النظام. طبعا كيف يعود او انا عندي ان حضرتك في مجهز حاجتين مستثمر جديد لمصر المخصصه ومستثمر جديد لحاجه جديده ده برضو انا شايف ده في صناعه كره القدم حاجه محترمه انك استقطاب رؤوس الاموال للرياضه والاداره الرياضه والاستثمار في الرياضه حاجه مهمه. انا بقول لحضرتك من منبرك ده بناشد معالي رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وهو رياضي قديم وقدير ولاعب كرة يد عندنا في الزمالك والأخ الفاضل سيادة الوزير أشرف صبحي وأنا برضو هنا بأشيد بتجربة بتاعة الأخ الفاضل دكتور سيد حزين لما كان ماسك وكيل وزارة ومدير الشباب والرياضة في الفيوم. هو الرجل ده اللي عمل وكسر روتين كتير جدا عشان يعمل استثمار فيوم كلها بتتكلم عليه دلوقتي. فأنا بقول يا معالي رئيس الوزراء عايزين ناس في الروتين وناس في اللوائح القديمه اللائحه الماليه المعوقات بس اللي بتقابل حضرتك المعوقات. وعلى فكره بس برضو الشيء بشيء يذكر برضو عشان ندي كل واحد حقه نجمنا الكبير احمد حسام ميدو العالمي عامل في البرنامج ده فقره اسمها كوره بيزنس تمام كوره بيزنس من حاجه متفرده من نوعها ما بتتقدمش في برامج ثانيه. احنا برضو لو اتكلمنا هنتكلم على نهج الفقره دي بنفس المستوى ده هو ده الكوره بيزنس دي احنا فعلا الكوره بقت صناعه وتجاره. انا النهارده راجل صاحب اموال وعايز اضخ اموالي. طب قول لي بس في المستثمرين عايز الضمانات عايز الضمانات يعني ايه اللي هي الضمانات الضمانات ان انا اشاركه اخليه يستثمر انه له توفر له المناخ الكويس المناخ اشاركه ان هو ابع له حتى المقر اللي موجود بتاعي اصلا يعني مش مقر الدوله هي اللي بنته وهي اللي صرفت عليه. فانا بقول الانديه كلها اللي زي مصر المقصه بكره يتقال انها ممكن تبيع مقراتها والامور بتاعتها لمستثمر يجي مصري او غير مصري يبقى عارف كويس قوي ان هيحط الجنيه بتاعه هياخده 5 جنيه بس بالاصول ومش في اي وقت اقول له مع السلامه
انا فلوسك ضاعت. هل في قوانين منظمه للوائح دي؟ طبعا المفروض لا. ما انا عايز بقى اقول ايه؟ ايوه، ان مش هنخرج عن اللوائح والقوانين. طبعا احنا بنشوف الناس اللي بره واوروبا عامله ايه. برشلونه قلت هتكلمها. انا بقول لك برشلونه وريال مدريد دي انديه اصحابها، انا صاحب الشأن، ادفع في ميسي 100 مليون جنيه. وعارف ساعتها هو يجيبهم ازاي؟ بالظبط كده. ايوه انا بقول له تعالى يا مستثمر اتفضل خد النادي، واصحاب النادي ما عندهمش مانع ان النادي يفضل بس في الدوري الممتاز، بس ادي له الضمانات. الضمانات يعني مثلا عايز تيجي مثلا تاخد نادي جاهز مثلا طالع صاعد حديثا وتضخ فيه راس المال اللي تقدر تستثمر بيه. بالظبط، وفي نفس الوقت الراجل اللي جاي المستثمر ده يعرف انه فلوسه هياخدها ازاي. مثلا اقول ان النهارده المستثمر اللي جاي هقول ان سيادتك النهارده لك 50% من حق بيع اللاعبين. لما اجي ابيع اللاعبين انت لك 50%. بعت النادي من الرعايه كذا، بالظبط، من الحقوق البث كذا، كل ده كل حاجه بتدي له منها بتسدد له جزء. وانا بسدد له. انا النهارده لما باجي اقول لاعب واحد هيضرب معايا ب 100 مليون جنيه، معناها ان كل الفلوس اللي صرفها المستثمر جابها في لحظه.